خير. لسه أني فوق يعني الندوات مرتبطة بمعرض وطني للكتب المستعملة. في هذا اللقاء نحتفي بكتاب اصطاد لصديق العزيز شعيب حليفي. يعني يحضر في هذا اللقاء الأخت سلمى براهما وعبد ربي لتقديم قراءة يعني بسيطة في هذا الكتاب احتفاء بصديقنا شعيب حليفي. يعني هذا الكتاب كما تعلمون وصدر عن منشورات القلم المغربي 2017. هذا الكتاب هو ثمرة مجموعة من المقالات التي كان يصدرها شعيب حليفي بين الفينة والأخرى، ثم حاول أن يجمعها في كتاب واحد، وكان الخيط الناضم بين هذه المقالات هو أنها تحاول أن تحيط بالشعبية وبالسطات وأيضا بشخص وذات شعيب حليفي. إذا أردنا أن نقترب أكثر من شعيب حليفي يمكننا أن نقرأ هذا الكتاب. في البداية سأعطي الكلمة للأخت سلمى براهما تقدم ورقة في هذا الكتاب فتتفضل مشكورة. تحية للجميع. إضافة إلى ما قاله الأخ ثوري، الكتاب مقسم إلى فصلين، كل فصل يحمل عنوان. الفصل الأول 7 سنابل والفصل الثاني 7 كلمات، وكل فصل مقسم أيضا إلى مقاطع سردية كبرى تحمل أرقاما وعناوين أو ربما هي فصول صغيرة. أيضا الكتاب يتضمن مقدمة حتى هي أيضا تحمل عنوانا. الكتاب لا زلنا نقول كتاب سطات. إذا أي شخص يريد أن يقرأ هذا الكتاب لابد أن يطرح سؤال جنس: هل نحن أمام تاريخ؟ هل أمام تخيل؟ أمام سيرة؟ إذا أنا أقترح، هذه ليست مداخلة وإنما هي ورقة في إطار نقد المواكب الذي يواكبه تقديمية صدرت في جريدة الاتحاد الشراكي الأحداث المغربية. وأقول في إطار هذا السؤال الذي يطرح بأننا ونحن يعني نفكر في جنيس أعتبر أن هذا عمل غير مجمر وغير مجدي، ونحن أمام كتاب سطات. لماذا؟ لأننا أمام كتابة تتميز بسمتين أساسيتين: الأولى أنها تجربة روحية وجدانية، فيض خاطر، بل ما تشتت في الخاطر وتبدد في شغاف القلب كما يقول صاحبها، كتابة بقدر ما تحمل من الرسائل المباشرة وما تحمل من الرؤى والدلالات الكاملة وما تزخر به من تلميحات وإشارات، بقدر ما تضمر من النسيان ومن الصمت ومن نقط الحذف والبياض. المسألة الثانية أو السمة الثانية وهي أنها كتابة يتضافر فيها التاريخ الجمعي بالذاتي الفردي، الواقع المرجعي بالتخيلي، السير الملحمي الأسطوري بالسير ذاتي، بل هي كتابة وقراءة وتأويل في ذات الوقت لتاريخ سطات ومعها الكثير من تاريخ المغرب. يحضر فيها استعادي إلى جانب الاستشرافي العام المرتبط بشعب وقبائل والخاص الحميمي المرتبط بالذات الكتيبة. يلتقي فيها البوح الخافت مع التذكر الموجع مع الخطابة الحماسية، ولا ينفصل الشعري التشوفي فيها عن التقريري الأطروحي. أيضا ما يبرر فكرتي هذه هي لا جدوى أو جنيس هذا الكتاب، وهو أن الكتاب كما قال زميلي هو عبارة عن نصوص كتبت ونشرت في فترات زمنية مختلفة دون نية جمعها في كتاب في البداية، فقد تكون ثمرة أبحاث أكاديمية. نعلم جميعا أن الكاتب شعيب حليفي يقوم بها بشكل فردي أو مع فرقاء آخرين ضمن مشروع متكامل البحث في تاريخ الشاوية، وقد تكون ثمرة شعاعات بين مزوجتين الشعاعات
خاصة بأستاذ حليفي، ولاحظ في سهو وغياب مر بها الكاتب وهو يودع آخر الفرسان ويودع معه قيما نبيلة وزمنا مشرقا ونظرة متفردة إلى الكون، وقد تكون ثمرة خيال محض أوحى به قرآن صالح بن طريف، وغدته شموس ستات. إذا قراءة مثمرة، إن أي قراءة مثمرة بالنسبة لي يجب أن تستحضر سياقات مختلفة للكتابة ولتأليف كتاب ستات، كما لا يمكن أن تفكر فيه بعيدا عن خيار فني واستراتيجية نصية بدأت تتضح معالمها عند شعيب حليفي منذ مجازفة البيزنطي 2006، مرورا بي أنا أيضا تخمينات مهملة 2009، ولا أحد يستطيع القفز فوق ظله 2010، وصولا إلى كتاب الأيام أسفار لا تخشى الخيال الصادر سنة 2012، وهي جميعها أعمال طرحت على دارسيها وقرائها إشكالية الجنس لكونها تحمل رؤية متميزة للنص الروائي وللنص السردي عموما، إذ تشرعه على كل الأجناس وكل النصوص وكل الخطابات، رؤية يمكن القول مع تشوز إنها تمزق ختم التنسك عن النص الأدبي وتفتح الكتابة الأدبية على الاحتمالات والمجازفات. هذه المجازفات أيضا خاصة بالأستاذ شعيب حليفي. هكذا تكون احتمالات القراءة لكتاب ستات ومجازفاتها كثيرة، لكن لا يمكنها أن تنزاح عن فكرتين أساسيتين. الأولى هي أن كتاب ستات حلقة في سلسلة لبنة جديدة لبنائه وتشييد سردية مغايرة لمدينة ستات أو للسرديات الرسمية لستات، سردية يمكن تسميتها بسردية المقاومة والصراع والتحرر. والفكرة الثانية هي أن الذات الكاتبة حاضرة بقوة في هذا الكتاب، والسير ذاتي لا يمكن التنكر له، لكن كل سيرة ذاتية لحليفي لا بد أن تتقاطع مع سيرة مدينة ستات. لا يخفي حليفي إذن رغبته في التأليف لهذه المدينة، يعلن عن ذلك ذو غلاف نجده إضافة إلى العنوان الكبير ستات في تأريخ مصير الأزل بالشاوية وما في الألواح الضائعة لممالك تمسنا، لكنه يتدارك سريعا ليحدد ستات التي يتحدث أو يريد التحدث عنها. إنها يقول: كل ما أقول عن مدينة اسمها ستات لا توجد إلا في خيالي، أما تلك التي قد يصادفها القارئ ويعتقد الجغرافيون والبلدانيون والمؤرخون والرحالة والمحاربون أنها موجودة في الطريق بين كازابلانكا ومراكش، فإنها ليست سوى ذلك القناع السحري البديل لمدينة ضائعة في سهول المزمزم. لا يجانب الكاتب الصواب حين يقرر كتابة تاريخ آخر لستات استنادا على التخيل وعلى حكي حكايات هذه المدينة وهذه الأرض، فالتواريخ بل والأمم كما حاولت أن تثبت الدراسات ما بعد البنيوية وما بعد الكولونيالية ليست هيادتها إلا سرديات ومرويات. ومن بين أهم المفاهيم التي اقترحها إدوار سعيد يقول كما أودب في مقدمة ترجمته لكتاب الإمبريالية والثقافة أو الثقافة الإمبريالية خاصة بالنسبة للمجتمع العربي الآن وللقضايا، من أهم المفاهيم المطروحة هي هل مفهوم التلاحم بين التاريخ والسرديات وتكوين السهام الخالص للمجتمع المتخيل وتشابك المخيلة بالتاريخ والواقع بالسحر، بل انتفاء إمكانية تحديد الواقع خارج إطار التخيل والتاريخ خارج إطار السرد. إذن بهذا الإدراك أستطيع أن أزعم يخصص شعيب حليفي الفصل الأول من كتابه ستات وتحت عنوان سبع سنابل لبناء سردية جديدة مغايرة لستات، مؤكدا مرات عديدة وعلى امتداد صفحات هذا الفصل على أن التاريخ الرسمي مليء بالفراغات والتقول. وأن التاريخ المحلي تعرض للمحو والإقصاء والتجني، وأن ما قاله عدد من المؤرخين الذين يذكرهم بأسمائهم ويشير إلى كتبهم خصوصا حول مملكة برغواطة مليء بالتزيدات والتخيلات وبالكثير من التشويه، ولا يتضمن إلا وجها واحدا للقراءة مخفيا وجوها كثيرة أخرى، وموضحا أيضا كيف خاض المؤرخون حربا أخرى تصف البرغواطيين بأقبح الوعود وأحط الأوصاف
ثم مشيرا أخيرا إلى أن تاريخ الإعلام مشتت في عدد من التراجم، وتاريخ البسطاء الذين صنعوا الحدث في العقد الذهبي للسطات أي ستينيات وبداية السبعينيات من القرن العشرين مهمش ولم يدون بعد. إذا أمام هذا المحو، أمام الإقصاء، أمام التشويه وأمام الإهمال، يتصدى الكاتب لي في الفصل الأول بالخصوص ليروي ما لم يروى ويصحح ما شوه ويشكك فيما اعتبر حقيقة تاريخية ثابتة، وسيقدم قراءات متعددة لنفس الحدث وافتراضات أخرى لنفس اليقين وصور أخرى عن نفس الحاكم أو الزعيم، وسيلملم أطراف المشتت ويذكر بالمنسي والمقصي أو يعيد قراءة الحكايات واستثمار الخيال ملتفتا إلى تفاصيل صغيرة مهملة لم تسقط سهوا من كتب المؤرخين، رغم أنها صارت هوية الشاويين والسطاتيين ورسمت طباعهم ووجدانهم كما ملكهم. كل ذلك يخوض في شعاب حديثي لتشكيل سردية مغايرة للسطات والشاوية، وتنسنا هي سردية المقاومة والصراع والرغبة الدائمة في التحرر وعدم الانصياع. سردية تبدو ضرورية في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب في زمن يتم فيه بطرق ممنهجة، يقول الكاتب، مسخ الهوية واستبدال عناصرها بمساحة عدمية تستنبت الشك واليأس والانتحار النفسي والسير بخطى متسارعة نحو تحول جذري في خارطة القيم الثقافية الكبرى نحو قيم بئيسة لا أخلاقية. هكذا سيعيد حليفي نسج الحكاية وخلق عالم متخيل متماسك، المكان فيه واحد هو مدينة ستارتس قلب تمسنا. أما الزمن قبل أن تصبح أو يصبح اسمها منذ حوالي 7 قرون شاوية، أما الزمن فممتد أو متعدد يتم الانتقال ضمنه بين فترات مشرعة على المعارضة والمواجهة والصراع ومقاومة الأجنبي وأطماعه الاستعمارية، قد يمتد إلى ما بعد الفتح الإسلامي بقليل، سنوات تشكل أول مملكة أمازيغية عربية بتمسنا، مرورا بنهاية القرن 19 وبداية القرن 20 والمواجهات البطولية مع المستعمر الفرنسي وصولا إلى ما اعتبره العقد الذهبي لستات أي ستينيات وبداية السبعينيات القرن العشرين، وأحداث هذا العالم صنعها حكام وتوار ومحاربون ذوو بطولات خارقة بقدر ما تصنعها الأسطورة وجرعة زائدة من الخيال، بقدر ما تصنعها الحقائق والوقائع والأحداث والمعارك والحروب، وبقدر ما يرسم ملامحها التضافر الديني السياسي، بقدر ما يرسمه الغموض والاختفاء المفاجئ وانكسارات الأحلام المستحيلة. ولعل الإشارة هنا واجبة لصالح بن طريف من الماضي البعيد ولزعماء المقاومة الوطنية والانتفاضات الشعبية ضد دخول فرنسا للمغرب، أي الماضي القريب كالقرشي بن رغاي وأحمر بن منصور حاج محمد الشيخ والشيخ البوعزاوي. وقد صنع أحداث هذا العالم أيضا القضاة والأولياء وشيوخ الزوايا وشموس السطات وأناسها البسطاء الذين صاغوا المتخيل الجمعي المحلي الوطني والعربي كالحكاء وراوي الرواة عمر العيار، كما صنعها المستقرون والعابرون والوافدون الأمازيغ والعرب الأتقياء والأشقياء، مما يقول الكاتب أعطى للوجود الشاوي حضورا مفرطا في الواقعية والخيال. ستعرف الشاوي بفضله سلاسل متنوعة من الأحداث والأوعاء إلى الآن. هذه مدينة سطات التي يريدها الكاتب، وهذه الهوية التي يمنحها لها السرد، إنها خزان للمجاهدين والمقاومين وأرض للمتنبئين والحالمين والمتمردين والطامعين أيضا، وممر للعابرين وملتقى للتنوع والاختلاف. إليها ينتمي الكاتب بترابها تعفر خياله، وبشموخ رجالاتها وفرسانها مهر وجدانه ووشمت ذاكرته. لذلك حينما نتوقع أن نقرأ سيرة ذاتية للكاتب في الفصل الثاني المعنون ب7 كلمات لن نجد سوى المزيد من القصص والسحر والسير والخيالات عن مدينة سطات، سواء التي يحكيها الكاتب وهو يعود للجذور فيستحضر سيرة الأب أحد رجالات الشاوية الشامخين وآخر الفرسان بويا أو محمد بن عبد السلام بن خليفة الشاوي، ويبحث في أسرار الجدة فاطمة الحمرية بنت الطاهر أبو الغزوات الكبرى الذي خلقه الله ليكون أسطورة بطل من لم يعرف مذاق الخوف أو الجبن، أو وهو يحكي لنا كيف تدرج من المسيد إلى المدرسة إلى الفضاءات المختلفة للسطات التي ستسهم في تحوله السريع هو وزمرة من الأصدقاء من مشاغبين ووحوش صغيرة بين مزوجتين إلى توار وشعراء حالمين.
أو وهو يتساءل ويسائل الرفاق بلوعة وحرقة وسخرية وشك عن المصير والمآل والهوية، ثم وهو يضمر بعض الإجابات أو يرسل بعض الإشراقات والشعاعات من خلال كتاب صالح بن طريف المدرج بالكلمة السابعة والأخيرة، والذي لا تظهر حروفه إلا لحفظة صالح الموصلهم بإرسه الكامل في تمسنا. شكرا. شكرا الأخت سلمى على هذه المداخلة القيمة، والتي حاولت أن تركز فيها على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي الفكر أو الخلفية الفكرية الموجهة لهذا الكتاب، والتي تتمثل في محاولة شعيب حليفي تأسيس لسردية مقاومة ضدا على السردية القائمة بخصوص منطقة الشاوية وبخصوص منطقة سطات، كما غاصت بها في أهم قضايا الكتاب والمحاور التي تناولها الكتاب. في ورقتي المختصرة التي سأقدمها عن هذا الكتاب سأفتتحها بالحديث عن علاقتي بهذا الكتاب وكيف قرأت هذا الكتاب. كما تعلمون بيني وبين شعيب حليفي صداقة ممتدة لسنوات، وكان بين الفئة الأخرى يكتب مقالا من هذه المقالات ويعني يجعلنا نتقاسم معه هذه المقالات من خلال الإيميل، وأيضا من خلال ما كان ينشر به المواقع وبه الجرائد الوطنية. بالنسبة للقراءة التالية لهذا الكتاب كانت بعد نشر الكتاب وجمعي واختيار أو انتقاء بعض المقالات وجمعها في كتاب واحد هو هذا الكتاب الماثل بين أيدينا. يعني الإشارة، يعني قرأت هذا الكتاب في جلسة واحدة، يعني في سفر من الدار البيضاء إلى خريبلة في جلسة واحدة، يعني استمتعت بهذا الكتاب. فيما سأقدمه من قراءة لهذا الكتاب، يعني لن أغوص في تفاصيل الكتاب وقضاياه، وإنما سأركز على خصوصية تميز هذا الكتاب، وهي شعيب حليفي يحاول في هذا الكتاب أن يؤسس للكتابة إبداعي، كتابة التاريخ من منطق إبداعي أو من منظور إبداعي. عنوت هذه الورقة المختصرة نحو كتابة إبداعية للتاريخ. أعتقد أن شعيب حليفي يهتم في كل الأعمال التي يقوم بها، سواء على مستوى التأليف أو التأطير أو البحث العلمي أو التنشيط الثقافي، بمسألة أساسية وهي الإبداع. فهو يؤكد فعلا وإنجازا وممارسة أنه لا تميز لأي نشاط ثقافي أو أدبي أو علمي أو جمعوي إن لم يكن دافعه الإبداع والتجديد. فهو ككائن مبدع يرفض تكرار نفسه ولا يقبل أن يراكب أفعاله الثقافية دون إبداع. يعني أن قلق الإبداع لدى شعيب حليفي يرفض الاستكان أو الاستقرار والاطمئنان إلى إبداعات فنية وفكرية ثابتة، ويجعله يمارس على نفسه صرامة شديدة تجعل كل أعماله النقدية والسردية والبحثية تحقق صفة الإبداع والابتكار التي تمنحها تميزها المتواصل، لأنه من المؤمنين بأن الكتاب إبداع متواصل. والدليل على ما أقول هو أن شعيب حليفي عودا على الإتيان بين الفينة والأخرى بنصوص إبداعية ونقدية تتميز بالفرادة والجدة فكرا وبناء. ويمكن أن نذكر كيف استثمر الكاتب يومياته يبدي على نصا روائيا جميلا وهو لا أحد يستطيع القفز فوق ظله، وكيف استثمر محطات من أسفاره في كتابة نصوص رحلية مغرقة في التخيل تروم اجتراح ممكنات الكتابة الرحلية. وتجلى ذلك أيضا في كتاب الرحلة المثير أسفار لا تخشى الخيال، دون أن ننسى كيف حول الممارسة النقدية إلى فعل إبداعي كما تبرر ذلك في كتاب النقد الأخير تقابل نص الروائي. وفي كتابه هذا الذي نحتفل به الجديد
سطات في تاريخ مصير الازل وما في الالواح الضائعه لممالك تونسنا، يحاول شعيب حليفي مد جسور بين الكتابه التاريخيه كحقل معرفي والكتابه الابداعيه التخيليه. وقد قسم شعيب حليفي هذا الكتاب الى فصلين، الفصل الاول معنون بسبع سنابل خصه لتاريخ شعيب حليفي العام، اذا الفصلان هما مرتبطان بذات شعيب حليفي، لتاريخ شعيب حليفي العام بالحديث عن رحمه الذي خرج منه هو الشاوي بشكل عام والسطات بشكل خاص، بمعنى لا يمكننا معرفة شعيب حليفي إلا إذا عرفنا الرحم الذي خرج منه، وذلك من خلال مجموعة من المقالات التي تتخذ صيغة تأملات تعيد الاعتبار للذاكرة وتعيد كتابة تاريخ الشاوية. وتحدث في الفصل الثاني عن ذاته من خلال تقديم شهادات عن شخصيات وأماكن قريبة من ذاته ومن قلبه يعتز بها، يعني شخصيات يعني كبويا وشخصيات مرتبطة بذاكرة سطات وشخصيات مرتبطة بأصدقاء شعيب حليفي. يقدم لنا في هذا الكتاب كتابة تجمع بين المعرفة والتخيل، إذ يتجاوران ويتعاونان في إنتاج هذا النص الجميل الذي كتب بحب. كتابة تقرب لغة التاريخ الصارمة من لغة الأدب الرفيعة المتحررة والمنطلقة مع تغييب مقصود للإحالات، لا توجد إحالات في هذا الكتاب خصوصا في فصله الأول المتعلق بالتاريخ. واختيار عناوين ذات نفس تخيلي لأنه يريد أن يكتب التاريخ بروح الأديب الذي لا يريد التخلي عن هويته التخيلية من خلال سعيه إلى إعادة الاعتبار للمسكوت عنه في التاريخ وإعادة النظر في كثير من الحقائق التاريخية في تاريخ المغرب عامة وتاريخ الشاوية خاصة، وتصحيح بعض مغالطات بعض المؤرخين بخصوص الشاوية قديما وحديثا وفي التاريخ المعاصر من خلال أمثلة كحديثه عن بورغواطا ومقاومة رجال الشاوية الاستعمار الفرنسي، سعيا إلى إعادة الاعتبار للأبطال الذين همشهم التاريخ الرسمي، محاولا ملأ فجوات التاريخ وفراغاته، ومحاولا أيضا إعادة الاعتبار للمنسيين، وأيضا فتح السجلات المنسية بروح الروائي الكاشف بحس روائي تخيلي عن أبطال الماضي والحاضر الأحياء والأموات انطلاقا من منطلق موجه وهو أنه لكي نفهم الحاضر وأعطى به لا بد من الاهتماء بالتاريخ المنسي. ليكتب شعيب حليفي بنفس الروائي المتحرر من صرامة اللغة العلمية ويترك الحرية للروائي للكشف عن ما أهمله المؤرخ بنفس نقدي حاد يحاكم الكثير من المغالطات التاريخية بانطلاقا من منطلق أسس له شعيب حليفي حينما قال ذات يوم: أنا إنسان باع نفسه للخيال. وشكرا لكم. بعد هاتين الدخلتين يعني البسيطتين في حقي هذا الكتاب يمكن